مشاهدينا الكرام متابعينا، اذا استضيف في هذه اللحظات لاعبي او الى جانب لاعبي الجاليه الباكستانيه الذين خسروا ثاني لقاءاتهم في هذه البطوله امام الجاليه البرمويه بنتيجه 2-1. البدايه مع الكابتن إلتون البلوشي. كابتن هارد لك اليوم خساره ثانيه تعني وداعيه هذه البطوله، قدمتم مستوى كبير اليوم لكن الحظ لم يحالفكم. صحيح قدمنا مستوى والله، وكان ضغط بدايه المباراه وتحت لنا فرص وما تسجلت، وتحت فرص للجاليه البرمويه وتوفقوا في التسجيل، وهذا حال الكره لم تسجل فتستقبل مرماك، وهذا اللي حصل معانا في بدايه المباراه. الهدفين غيرت مجرى المباراه كامله، وقدر الله ما شاء فعل، والله الشباب ما قصروا اليوم، اعطينا مباراه لصافره الحكم، وزي ما انت عارف الحظ ما حالفنا. ومبارك للجاليه الباكستانيه وهارد لك كلنا كلاعبين الجاليه الباكستانيه. كابتن، تعتقد تغيب الجماهير الباكستانية عن مساندتكم كلاعبين على غرار وعكس الجالية البرماوية، يعني شاهدنا جماهيرهم، تغيب جماهير الجالية الباكستانية لعب دور كبير في ظهوركم يعني بهذا المستوى مثلا؟ لأن اللاعب يحتاج جرعة معنوية، يحتاج إلى دفعة معنوية، تغيب الجمهور له دور يعني في النتائج السلبية إلى الآن للمنتخب؟ نعم، شيء كذا الحضور الجمهور يعطي دافع للاعب يلعب في الملعب، وانت زي ما حصل معنا احنا كجمهور الباكستان لما يحضر السنه هذه، السنه اللي راحت حضر ما شاء الله بشكل كثيف، السنه هذه ما حضر، يمكن الملعب بعيد عن بعض الاخوان ما يقدر يتواصل ارضيه الملعب، وبالعكس الجمهور البرماوي اعطانا دافع نلعب في الملعب واعطانا حماس داخل ارضيه الملعب، ونقول الحمد لله على كل شيء. وهارد لك مره ثانيه للجاليه الباكستانيه، ونبارك لاشقائنا الجاليه البرماويه. شكرا كابتن، هارد لك. عفوا.